ونبدأ من الاستقبال الحار الذي لقيه النادي الفيصلي في معان برئاسة الشيخ سلطان العدوان رئيس النادي وبدعوة من فريق شباب الفيصلي معان، حيث كان في الاستقبال الشيخ خالد عليان وإدارة شباب الفيصلي معان وعدد من شيوخ وجهاء المحافظة ورؤساء الأندية والمراكز في المحافظة. وألقيت في الحفل كلمات أشادت من خلالها بالإنجازات الرياضية التي قدمها بطل الدوري والكأس على المستوى المحلي والعربي. وألقى الشيخ سلطان العدوان كلمة استذكر فيها البطولات الجسام التي سطرها جيشنا العربي في معركة الكرامة، وأعلن عن تبرعه بمبلغ 2000 دينار لفريق شباب الفيصلي معان وملابس رياضية بالإضافة إلى 2000 دينار سنويا، كما تبرع بمبلغ 500 دينار إلى فرقة معان للفنون الشعبية التي قدمت وصلة فنية رائعة أطربت الجميع. I'm sorry.